السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواننا، أهنئكم فرداً فرداً لمناسبة ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك سؤال وطلب: هل تحبون محمداً؟ هل تحبون محمداً؟ صلوا وسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق ومولاهم الذي جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، وحكم بأن أكرمهم عنده أتقاهم، والصلاة والسلام على سيد الناس وأعلاهم وأجملهم وأجودهم وأسماهم، الذي أصبح لنوره سوق الليل في أم القرى صبح الهداية، الهداية للعالمين وهداهم في 12 من ربيع الأول. في ذاك الربيع الأول تغيرت الدنيا وازدهت الأرض واستحال حال الكون إلى الهدى وتحول. بعد ظلام الجاهلية تلألأت الأنوار المحمدية، وبعد ركوع للأصنام وسجود استفاقت القلوب إلى طاعة المعبود المستحق للعبادة على قواعد التنزيه والتوحيد. إنه محمد السيد السند المؤيد، إنه محمد النبي الرسول الممجد صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الدنيا فأرسى فيها العدل، وأحيا الموءودة، وأكرم اليتيم، وأطعم الفقير، وأغاث الملهوف، وأعان الضعيف، وجبر كسر المسكين، وأمر بمكارم الأخلاق، ونهى عن الشر والمنكر، حتى ملأ الدنيا لا إله إلا الله والله أكبر. نعم يا سادة، إنه خاتم النبيين وإمام المرسلين، جاء بما جاءوا به من الدين، أمر باتباع الإسلام كما أمروا بالذات، فدينهم واحد، ويختلف بينهم أحكام في شرائعهم الأمهات، فكأنهم إخوة لعلات، لكنهم كانوا الدعاة إلى الحق وإلى أفضل نهج في الحياة. دعوتهم السلام والأمان والطمأنينة والسكينة والصلاح والرشاد وكل ما فيه خير للعباد. فقال نوح لقومه: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال شعيب لقومه: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال موسى لأخيه: لا تخف. وقال الله تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. ونادى جبريل مريم عليها السلام: ألا تحزني،
وقال الله تعالى إخباراً عن سيدنا عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام عليَّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًّا وقال إبراهيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وقال يوسف لأخيه فلا تبتئس بما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا هذه دعوة الأنبياء جميعاً سلام في الدنيا من الشرور لأمان في الآخرة من العذاب دعوتهم طمأنينة قلوب الصالحين بالتوكل على الله وسكينة النفوس في تسليم الأمور إلى الله سلام على أنبياء الله وصلوات ورحمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.